اللعيبه والجهاز الفني الخلفي. اتفضل يا دكتور قول لنا برضه. غيرنا بيشتكي يعني راح كل 3 ايام في غيرنا بيشتكي بيلعب كل ماتش كل اسبوع وبيشتكي او ماتشين حتى. طبعا الفوز ده المباراه النهارده كانت ال 1500 في تاريخ النادي الاهلي في الدوري. فده رقم برضه كويس طبعا الاكثر مشاركه للنادي الاهلي في اكثر الانديه مشاركه طبعا في الدوري. الفوز رقم 1005 في النادي الاهلي بيعتبر الفوز السادس على التوالي. حاجه بتزود الضغط يعني فاز الدوري مع لاسارتي، لاسارتي لعب 7 مباريات في الدوري فاز 6، خسر اول مباراه بعد كده 6 متتاليه، فطبعا بتزود الضغط اكتر على نادي الزمالك وعلى نادي بيراميدز. طبعا بتقرب المنافسه ان شاء الله الاسبوع ده، يعني لو حصل تعثر هيبان اكتر اهميه الفوز ده. في مكاسب كتير برضو زي عمرو السوليه استمرار توهجه، ياسر ابراهيم عوده الثقه ليه، محمد هاني مميز قوي بالتاكلينج الصحيح بتاعه واستخلاص الكرات بتاعته، برضو ناصر ماهر قدم مباراه مش وحشه، لكن في يعني استفدنا برضو ان في السلبيات اللي لازم نخرج منها، ان اللعيبه لازم تقعد مع نفسها وتعمل وقفه في حكايه اهدار الفرص سواء رمضان سواء الشحات سواء اجاي نتكلم عليه. وبرضو في بعض الراحه، هل مثلا يعني النهارده مثلا انت بدات بعمرو السوليه وهشام في الاحتياطي نيدفيد وحمدي فتحي هياخدوا الماتش الجاي؟ انا وجهه نظري كده ان هو بيكمل بمجموعه معينه في الماتش ده والماتش الجاي هياخد في مجموعه ثانيه، فالماتش الجاي مثلا هيخش. هل اجاي بقاله فتره من ساعه ما رجع من اصابه طويله ما ريحش خالص، هل ممكن يريح مثلا وندخل وليد ازارو؟ علي معلول من ساعه ما رجع ما شاء الله بيلعب كل المباريات، فهل يريح ويدخل محمود وحيد؟ فده اللي هيبان بقى.